غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم جيت لكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم الطريقه اللي كندير ديال دجاج مدفون في الملحه. اللي صراحه كيجي رائع بزاف بزاف البنات، ما نعاودش لكم، كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. كنتمنى انكم جربوه وينال الاعجاب ديالكم. المهم غزالاتي، انا غادي نوريكم المكونات وندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات، هنايا اول حاجه غادي نحتاجو واحد الدجاجه. المهم كل واحد يدير القياس ديالو، بغا دجاجه كبيره صغيره متوسطه جوج دجاجات. المهم انا غادي نوريكم المكونات، ولا كنتو بديرو كتر ضعفوا المكونات. عندي هنايا دجاجه كيف تشوفوا محيده لها جلده ومغسوله مزيان مزيان، راه تقريبا شي 4 ايام اولا 5 ايام وهي عندي في الفريغو. ضروري ما كنخلي انا الدجاج في الفريغو واحد المده عاد كنطيبو، الصراحه كيجي رائع. ديما ديروا هذه القضيه، جيبوا الدجاج قبل ما تبغيوه وخليوه في الفريغو، غسلوه مزيان مزيان من الحاء والحامض وسكينجبير والخل، تندير حتى خل ديال الحامض، وديروه في منين تغسلوه مزيان ديروه في المجمد وخليوه، راه ما كتبقى فيه لا ريحه الزفوره لا والو، كيجي زوين حتى اللذه ديالو كتجي رائعه. المهم كيف قلت لكم، انا هنايا عندي دجاجه اللي منقيه مزيان محيده لها الجلده، من الاحسن انا كنفضل تحيد الجلده، بغيتو تخليوها خليوها، راه كتجي حتى في هذه الطريقه راه كتجي محمره وزوينه. المهم نتوما اللي بغيتو، انا كتعجبني كيعجبني بلا جلده. المهم غزالاتي، غادي نحتاجو هنايا واحد معلقه كبيره تقريبا ديال عصير حامضه، واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد ربيع ديال الحامض مصير، وواحد ثلاثه تضريسات ديال الثومه، واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا، واحد شويه ديال الزيتون مقطع هكا، ممكن ديروه مشرمل ممكن ديروه ما مشرملش، انا كيعجبني هذا اللي كيكون مشرمل كيعطي واحد اللذه زوينه مع الفيرميسيل. هنايا بالنسبه للقشيوشات ديال الدجاج، انا الصراحه كندير كميه كثيره غير ما عنديش وما لقيتهمش عند مول الدجاج. من الاحسن ديروا كميه اللي تكون شويه كثيره باش كتجي زوينه في الفيرميسيل. انا ديت قديت بداكشي اللي عندي، عندي هنايا غير واحد الكبيده وواحد القليب، راه سلقتهم مع طريف ديال الحامض وشويه الملحه حتى تسلقوا مزيان، طلعت فيهم الغليه، عاد قطعتهم هكا صفيتهم وقطعتهم هكا قطع صغيره. كي قلت لكم ديروا كميه اكثر بيجي احسن. عندي معلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للتوابل عندي البزار، سكينجبير، خرقوم عرق، سودانيه بودره وتحميره. بالنسبه للسودانيه بودره وتحميره غادي نحتاجوهم باش ندهنوا الدجاجه ديالنا. المهم انا غادي نوريكم، وعندي حتى البصله بودره والثومه بودره، وعندي مليحه من طبيعه الحال. عندي هنايا واحد الباكيه ديال شعريه الارز فيرميسيل، الشعريه الصينيه ديال الارز. هاد الباكيه هادي اللي درت فيها 125 غرام، ممكن ديروا اكثر ممكن ديروا اقل، المهم على حسب الدجاج. الدجاجه راه هادي كافياكم وفايتاكم الليل. غادي نحتاجو تقريبا واحد الخمسة حتى ستة ديال باكيات الملحة. المهم ما عرفتش بالضبط بالضبط شحال هادي كفيني، ولكن من بعد غادي نقول لكم. هنايا كيف تتشوفوا غادي نحتاجو حتى البابي كويسون او ورق الزبدة اللي كيدخل الفرن، ممكن ديرو حتى داك القاغيط اللي كيدخل الفرن، المهم اللي متوفر عندكم. هنايا غادي نجيب اناء، غادي نقاد الشرموله، غادي ندير زيت الزيتون وهداك صوص الصوجا والعصير ديال الحامضه، وغادي ندير معلقه الموطارد، معلقه السمن، وواحد شويه تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره ديال قزبور معدنوس مفروم، وغادي ندير الثومه غادي نفرمها حتى هي ضروري، ثلاثه ديال الفصيصات ديال الثومه، وغادي نزيد حتى الثومه بودره. الا ما بغيتوش تزيدوها زيدوا واحد الفصيص اخر، يعني ديروا ربعه ديال الفصوصه باش تجيكم هي هذيك. غادي ندير واحد رشيشه ديال سكينجبير تقريبا معلقه صغيره ما عمراش، رشيشه ديال الخرقوم عرق،
ورشيشه ديال البزار، وعندي واحد رشيشه صغيره ديال السودانيه بودره، كتبقى حتى هي اختياريه، ولكن راه كتجي لذيذه. انا ما كنكثرش بزاف على حسب الوليدات الصغار. وغادي ناخذ هذاك اللب ديال ديك الربيع ديال الحامض مصير هو اللي غادي ندير، وغادي ندير شويه ديال الملحه. صافي غادي نخلط الشرموله ديالي مزيان مزيان حتى تنسجم ليا كيف تتشوفوا معايا. هذه هي الشرموله ديالنا. غادي نجيب الدجاجه ديالي وغادي نحاول نتقبها من هذاك الصدر بالموس مزيان مزيان. ضروري ما تقبوا هكا الصدر باش يطيب لكم دغيا ويطيب لكم مزيان من الداخل، وحتى الشرموله تدخل ليه لداخل ويجي لذيذ. ما نعاودش لكم الصراحه، بهذه الشرموله راه كيجي زوين، حتى الصدر اللي ما كيتكالش راه كيتكال، كيجي لذيذ بزاف بزاف، وكيجي فتي ورطب. تيجي ما تيجيش ناشف. المهم غزالتي غادي نشرمل الدجاجه ديالي مزيان مزيان كيف تتشوفوا، وغادي نحاول هكا نفلح حتى دوك الفخيضات. المهم نحاولوا نفلحوا اي بلاصه فيها الحيمه باش تدخلنا هذيك الشرموله وتعطينا اللذه ديالها. غادي نحط الدجاجه ديالي على جنب، نخليها تشرب ليا هذيك الشرموله مزيان. داكشي اللي بقى ليا في الشرموله غادي نزيد عليه الزيتون مقطعه، وغادي نزيد عليه هذوك الكبيده اللي كتكون مقطعه. كي قلت لكم ديروا بزايد باش تجيكم لذيذه بزاف بزاف. وغادي نزيد هذاك الفيرميسيل حتى هو راه درتو كبيت عليه الماء غليان وخليته فيه واحد الخمسة ديال الدقائق تقريبا، وصفيته من الماء مزيان مزيان وقطعته بالمقص. صافي غزالاتي غادي نحاول هكا نحرك هاد المكونات ديالي حتى ينسجموا. بالنسبه لهذيك الشرموله فاش كنديروها في الفيرميسيل كتعطي واحد اللذه غزاله. هنايا كيف تتشوفوا غادي نجيب واحد زليفه، غادي ندير فيها واحد ثلاثه المعالق كبارين عامرين بزيت الزيتون، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، رشيشه ديال الثومه بودره، رشيشه ديال البصله بودره، ورشيشه ديال السودانيه بودره. غادي نحرك هاد المكونات ديالي حتى هما حتى ينسجموا. غادي نزيد لهم واحد القبيصه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه بزاف، حين ديري المصيار ديري الملحه في الشرموله، وحتى الدجاج ديالنا مغسلينه بالملحه مزيان مزيان يعني مملح، ما نكثروش الملحه بزاف باش ما يجيناش مالح بزاف بزاف. صافي غزالاتي بالنسبه لهذيك لاصوص اللي قديت معكم الاخرى هي باش غادي ندهنوا الدجاجه ديالنا كيف غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، باش تعطينا هذاك اللون زوين، وكتشرب لنا حتى ديك التوابل اللي درنا فيها، وكتجي كتزاد لذه على لذه. كيف تتشوفوا معايا غادي نجيب الدجاجه ديالي، غادي نحاول نعمرها مزيان مزيان بهذيك الفيرميسيل اللي قدينا اللي شرمنا، غادي نعمر بها الدجاجه مزيان، وغادي نجمع ليها رجيلات ديالها. غادي نجيب واحد الخيط هكا، خيط اللي كنخدموا به غذائي او لا اي خيط، المهم يكون غليظ واحد شويه باش يشد لكم مزيان ما يتقطعش. صافي غزالاتي غادي نحاول نكتف الدجاجه ديالي مزيان مزيان، ونحاول نجمعها كيف قلت لكم، نجمع هذوك الرجيلات باش الفيرميسيل ديالي ما تشتتش ليا وما تخرجش ليا من الدجاجه. صافي غادي نجيب هذاك ورق الزبده او ورق المطبخ، غادي نحاول نفرشو. هنايا واحد النصيحه، من الاحسن هكا الا بغيتو تدفنوا الدجاجه ديالكم ديروا واحد الصينيه اللي غادي ديروا فيها الدجاجه، او اي المهم بيتو ديروا جوج ثلاثه، المهم ديروا واحد الصينيه اللي تكون مجموعه ما تكونش مشتته باش ما تهش لكم الكميه ديال الملحه بزاف. غادي ندير انا كيف تتشوفوا معايا غير هاد الصينيه صغيره في الدجاجه، راه كتهزها وكتجي وما كتهش ليا حتى الملح بزاف. وغادي نفرش ورق الزبده ديالي كيف تتشوفوا. كيف قلت لكم الصينيه الا كانت صغيره راه ما كتهش لكم الكميه ديال الملح كثيره. هنايا غادي نجيب هذيك لاصوص اللي قديت معكم، غادي نحاول ندهن الدجاجه ديالي من جميع الجوانب كيف تتشوفوا. وكيف تتشوفوا معايا راه من الاول فاش ندهنوها كتعطي واحد اللون زوين في الدجاجه ديالنا، عاد ملي كطيب راه كتطلق حتى ديك اللذه ديال دوك التوابل اللي درنا في هاد لاصوص. صافي غزالاتي كيف تتشوفوا معايا غادي نحاول ندهنها مزيان مزيان بهذيك لاصوص اللي درنا، نحاول نكبها عليها كامله كيف تتشوفوا معايا، ما نخلي منها والو. ثلاثه المعالق كبارين عامرين ديال زيت الزيتون راه كافيين، يعني ما تزيدوش كتر.
صافي غزالتي، غادي نجمعها مزيان بهذاك الورق الزبده، غادي نحاول هكا نجمعها ونغطيها مزيان كيف كتشوفوا معايا. غادي نجيب الباكيات ديال الملح ديالي، غادي ندير تقريبا واحد الربعة، غادي نحاول هكا نكبهم في واحد الاناء او واحد البانيو، غادي نكب عليهم الماء تقريبا واحد الكاس عنبة ديال الماء، غادي نحاول نبدا نكب الماء شويه بشويه بحال شكل سيمه الا بغينا نسيمو شي حاجه او لا شي حيط ولا شي حاجه، المهم القوام ديالها يولي كيتجمع لنا هكا شويه في يدينا، ما نديروش الماء كثير بزاف. وغادي نبداو هكا بهذه الطريقه كنغطيو الدجاجه ديالنا كيف تتشوفوا معايا من جميع الجوانب. كيف تتشوفوا معايا ها هي دفنت الدجاجه ديالي كامله كيف تتشوفوا، هي من الاحسن هنا راه خدت لي 4 ديال الباكيات، 4 جاو هما هذوك في الدجاجه. من الاحسن ديروا صينيه اللي تكون صغيره صغيره الحجم باش يلاه ما تاخذش لكم كميه كثيره في الملحه، وفي نفس الوقت تجيكم مجموعه. ودابا غادي ندخل الدجاجه ديالي كي قلت لكم مسخنه الفرن على 300 درجه الفوق والتحت، غادي ندخل الدجاجه ديالي حتى طيب ليا، تقريبا غادي تاخذ معايا واحد ساعه حتى الساعه ونص باش نحسو بها انها طابت مزيان مزيان، عاد ديك الساعه نخرجوها. المهم غزالاتي ها نتوما معايا، غادي ندخل الدجاجه ديالي ورجع معكم فاش نقدمها. ومن بعد ما دازت ساعه ونص غزالاتي ها هي الدجاجه ديالنا خرجتها من الفرن. غادي نحاول دابا هذا راه كيكون قاصح، غادي نحاول نجيب، غادي ندير انا هاد المقده، ممكن ديروا المهرز او اي حاجه باش تهرسوها. ومن بعد غزالاتي كيف تتشوفوا معايا مهرستها، درت المقده، ممكن ديروا اليد ديال المهرز كيف قلت لكم، المهم اي حاجه اللي تكون شويه قاصحه باش دغيا تهرس لكم، غير ضربوها هكا من الفوق راه دغيا كتهرس واخا كتبان لكم قاصحه في الاول. صافي غزالاتي غادي نتخلص من هذيك الملحه اللي عندي الفوق ديال الدجاجه ديالي، وغادي نحاول نقطع هذاك البابي كويسون او ورق الزبده، غادي نحاول هكا نقطعو. وها هي الدجاجه ديالي كيف تتشوفوا راه كتجي طايبه ومحمره وكتجي رائعه، ما نعاودش لكم كتجي لذيذه. وكان هذا هو الطبق ديالنا اليوم اللي صراحه كتجي دجاجه لذيذه بزاف بزاف، وديك الفيرميسيل حتى هي راه كتجي بنينه بنينه. المهم انا ما غاديش نوصف لكم الا ما جربتوهاش، وان شاء الله غادي تعجبكم انا متاكده، وكنتمنى اللي جربها وعجباته يخلي لي واحد الكومونتير او تعليق ويقول لي كيف جاتو. وهنايا كيف تتشوفوا انا قدمتها غير مع شويه ديال البطاطا اللي منسمه بالتوابل الاعشاب المنسمه اللي صراحه حتى هي كتجي لذيذه ان شاء الله باذن الله، حتى هي دابا نشاركها معكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس الى عجبكم. سلامه.